دينا كمان نروح للصحفية اللبنانية دينا جاركس. طبعا هنتكلم معاها كتير على ازاي تابعوا المباراة، ازاي طبعا الصحافة شافتها، وبرحب بيكي في برنامج السادسة. مساء الخير ست سارة، أستاذ أحمد. اهلا بيكي يا استاذة دينا. يعني بداية عايز اعرف تابعتوا ازاي نهائي البطولة الأفريقية، وازاي وسائل الإعلام العربية بشكل عام واللبنانية اتكلمت على فوز النادي الاهلي باللقب التاسع وتحقيق النجمه التاسعه. شوف، قبل ما نخوض باي تغطيه اعلاميه، انا حابه بس وجه تهنئه مني انا شخصيا للنادي الاهلي ولا جمهوره، وقلكم انه بالفعل النادي الاهلي عنده قاعده جماهيريه بلبنان لا يستهان بها ابدا. يعني كميه المتابعه امبارح للنهائي كانت يعني على الصعيد الشخصي شوي فاجاتني. بتعرف الظروف شوي ببيروت وبلبنان منا كل يعني منا كتير إيجابية، ولكن كان في حيز كتير كبير امبارح للمباراة، حيز مشاهدة يعني. ولذلك بس حابة أقول لكم إنه الشعب اللبناني في كتير متابعين وعشاق للنادي الأهلي بشكل يمكن الجمهور المصري ما بيعرفه، فحبيت بس وصل هذا المسج. لناحية التغطية الإعلامية ما كانت بس من امبارح صراحة، يعني مش وقت المباراة، كنا حتى عم نتابع فحوصات الكورونا وكنا ناطرين لآخر لحظة للإعلان عن المسحة الإيجابية والسلبية ومن من اللاعبين ممكن يكونوا غائبين. كان كمان عنا عين على نادي الزمالك اللي بحب أقول لهم هارد لك، قدم مباراة بالفعل كبيرة حقيقي يعني بالنهائي. التغطية بلشت من قبل المباراة وخصوصا بالظروف اللي موجودة هلأ. إذا بتتابعوا على تويتر وبتتابعوا الصحف اللبنانية ووسائل الإعلام اللبنانية، كان في تغطية كثير كبيرة وكان في حب للنادي الأهلي، وخصوصاً إنه المباراة ما كانت من طرف واحد كمان بالأمس امبارح. كانت مادية كثير وكان في شد أعصاب كل الوقت، ولذلك حقيقي. نوعية التغطية ونوعية الترقب كانت كثير كبيرة. طبعا الحب ده كان وصل لنا جدا أستاذة دينا، وبما انك متخصصة في الكرة العالمية خليني أسألك، احنا خلاص الأهلي بيشارك في مونديال الأندية او كأس العالم للأندية، شايفة ازاي حظوظه في وجود يعني أندية كبيرة ومنها طبعا بايرن ميونخ بطل الشامبيونز ليج؟ شوف طبعا هلا كل الدعم للانديه العربيه المشاركه ببطوله كاس العالم للانديه، وليس فقط ايضا النادي الاهلي، ولكن يجب ان نكون موضوعيين شوي. ممكن ان يذهب الى الدور الثاني، ممكن ان يذهب الى نصف النهائي النادي الاهلي، ولكن عليه الحذر بعد مباراه الامس، ليس فقط من بايرن ميونخ. بايرن ميونخ يخشاه كبرى الانديه الاوروبيه وليس فقط الاهلي يعني، ولكن ما ظهر من نادي الأهلي بالأمس يجب عليه تطوير الكثير والعمل على الكثير من جوانبه قبل اللقاء وقبل الانطلاق إلى بطولة كأس العالم للأندية. يعني يجب عدم التفكير فقط في بايرن ميونخ، كان هناك امبارح يعني عدد من الخلل الفني بخط الوسط، نقل الكرة من الوسط إلى الهجوم، يعني كان هناك بعض الخلل يجب الوقوف عليه كثيرا قبل الانطلاق الى كاس العالم. دينا هبعد معاكي شويه عن احتفالاتنا وعن فرحتنا بفوز الاهلي، لانه انا عارف انك انت يمكن يعني كنت قريبه نوعا ما من نجم العالمي الراحل طبعا دييجو ارماندو مارادونا، واللي رحيله يمكن يعني ابكى العالم كله. سمعنا عن اخبار من وسائل اعلام ارجنتينيه بتتكلم على ان كان في كواليس مرتبطة بحالة الوفاة، وأن السلطات في الأرجنتين قررت أنها تفتح التحقيق في ملابسات وفاة مارادونا. إيه حقيقة الأمر وإيه المعلومات اللي عندك عن الموضوع؟ حاليا تكثر الإشاعات المحيطة به، لأن الأخبار عن مارادونا حاليا يعني نحن بنعرف بالإعلام بتجيب ريتنج عالي، ولكن كان في أحد المقربين منه يمكن وكيل أعماله السابق كان له تصريح اليوم بأنه مارادونا كان له فترة مريض وكان مستسلم لمرضه ويريد فعليا يعني إنهاء حياته، يعني الاستسلام للمرض وعدم تقبل العلاج. هذا هو التصريح الرسمي من أحد المقربين منه. فتح تحقيق من عدمه بالنهاية. مارادونا دخل منذ أسبوعين أو ثلاثة عندما مخطئة إلى المستشفى بجلطة دماغية ومات على بسبب يعني سكتة قلبية. الأحداث الطبية مترابطة، صحته يعني واضح
انها لن تكن بافضل احواله، خصوصا يعني من يتابع مسيرته حياته الشخصيه يعلم انه ليس من افضل المراعين لصحته. يعني انا برايي انه اخبار للريتنج فقط، يعني لا تسمن ولا تغني. خليني برضو أسألك على التقارير الإسبانية اللي كانت بتتكلم على أن ميسي بيرغب في البقاء مع برشلونة وأن هو مش ناوي يمشي مع نهاية عقده الحالي، ما مدى صحة التقارير دي؟ أنه كان في تواصل بين ميسي والمرشح المحتمل لرئاسة برشلونة وبيقولوا أنه هو بيرغب في الاستمرار مع النادي. صحيح، حصل اليوم تسريب أنه ميسي أبلغ لابورتا اللي كان قبل سابقا رئيس لنادي برشلونة بالعهد الذهبي، انه ميسي سيبقى في مع النادي وسيمدد. طبعا هذا الامر في حال فوز هذا المرشح تحديدا، يعني هذا التصريح ظرفي. حتى الان ميسي ما زال على قراره المقابله اللي كنا نذكرها بالصيف انه يريد المغادره، لم يصدر اي تصريح جديد عنه، قراره النهائي كان المغادره. حتى الان يجب ان ننتظر الانتخابات الرئاسيه في برشلونة لنرى ما هي البرامج المقدمة، من سيستطيع من المرشحين إقناع ميسي، وهل ميسي أصلا يمكن إقناعه أم لا. دينا جيركس بشكرك شكرا جزيلا، وإن شاء الله مزيد من البطولات، مزيد من الاحتفالات للأهلاوية في لبنان. بشكرك على التواصل معنا في السادسة على شاشة الأهلي. طيب